نص الملعب فيه اتنين، مروان عطيه وامام، تشوف التالت مين، وقدام بيرسي تاو وحسين، ونشوف برضو المهاجم مين، يعني لو وسام او مودست او كهربا. لو الراجل قال لك كهربا يعني ممكن كمان، هو الراجل لو عايز يكسب برضو بطوله مش هتبقى أكيد على حساب نفسه، ممكن يغير تفكيره كله يعني، ما تعرفش. فشايف التشكيل اللي انا بقوله ده مظبوط؟ انا في اتنين بس ناقصين لي، هو واحد في نص الملعب مع امام عاشور ومروان مين. هو لو هيفكر في حته التوازن ولا يبقى عندي خيارات اكتر، ممكن اللعيب يديني حته التوازن ما بين خط الظهر وما بين انه يعمل لي حته البوكس يعني، ان هو يكمل في التلت الامامي، وفي نفس الوقت لو انا الكره مع المنافس اقدر اقفل باتنين قدام خط الظهر اللي هو مروان، شايف كوكا احمد نبيل كوكا يبقى هو الانسب في المكان ده، ان هو يقفل المساحه اللي ما بين لعيبه وسط الملعب وما بين الدفاع، ولو كوره النادي الاهلي فقدها يبقى موجود هو مروان عطيه عاملين التامين الدفاعي. ساعات كان بيلعب اكرم توفيق، ساعات لعب في الفتره من الفترات بس صعب يدخل اكرم، ان هو دايما بيميل للجبهات يعني، كولر من المدربين اللي بتحب تميل للجبهات، وعملها قدام النادي قدام الاتحاد السعودي في كاس العالم للانديه، وشارك بكوكا في بدايه المباراه، كانت مفاجاه كبيره للناس كلها، وحط امام الناحيه الثانيه ناحيه اليمين، وادى حريه اكتر لكوكا عشان يقفل الجبهه اللي هي اخطر في نادي الزمالك اللي هي موجود في احمد سيد زيزو، من وراء عمر جابر اللي دايما بيعمل اوفرلاب، وشفنا الجون اللي جابه في المباراه الاخيره في مباراه الداخليه، لا دي يعتبر واحده من اخطر الجبهات الموجوده في نادي الزمالك. فشايف عقل كولر يوديه لاحمد نبيل كوكا. المهاجم احنا اتكلمنا، لو وسام مش جاهز رقم واحد بالنسبه لتصريحات كولر، هو مودست رقم اتنين. طب لو احتياجات الاهلي الفنيه كهرباء قبل وسام وقبل مودست، ليه؟ اللعيب الاكثر خبره موجود، سابق كهرباء له فتره ما بيلعبش برضه، تمام، بس هيكون جاهز على الاقل بدنيا. ممكن تاخد منه 50 دقيقه 55 دقيقه وتبدا تششرك وسام، يكون على الاقل حتى دفاع نادي الزمالك بقى الناحيه البدنيه قلت شويه، فلعيب بالسرعه دي ينزل في اخر نص ساعه يعمل لك فارق. ده